في الحياة. العيلة فيها كل اللي تتمنى، العيلة جواها تلاقي الراحة، العيلة وسطيها كل الفرحة. لما نقول أحلى عيلة في الدنيا عيلة يسوع، من كل مكان في العالم عيلة يسوع، جمعنا في جسده على الصليب عيلة يسوع. مكملين بنحتفل معاكم بأحلى وأجمل قصة حصلت في الدنيا كلها، في الدنيا كلها. والقصة دي يا جماعة مش قصة خيالية أو قصة احنا مألفينها أو قصة لما بنحب نلعب الأطفال أو نفرح الأطفال بنروح حكينها، مش قصة أسطورية جميلة يعني حد أسطورة حد اخترعها وقعد يحفظها لنا وبنحفظها على مر التاريخ. لا، الموضوع مش كده، ولا حتى قصة تاريخية، مجرد قصة تاريخية حصلت في التاريخ. لا، دي قصة حقيقية جدا، موضوع مش بس تاريخي زي اللي بنذاكره في الكتب والدراسات وبنسمع عن الشخصيات والأبطال والعظماء. لا، الموضوع مش كده قوي، ده الموضوع حقيقي جدا جدا. انتوا عارفين في القصة دي اللي بيحصل؟ ده السماء كلها، السماء بكل مجدها اتفتحت على الأرض. واو، كان حدث تاريخي شقل بالتاريخ كله وعمل حاجة رهيبة، ولسه بنتعلم منه لحد دلوقت، ولسه القصة دي بنكتشف فيها لحد دلوقت، ولسه بنذاكر فيها لحد دلوقت، لسه لحد دلوقتي، لأنها قصة سماوية لسه بنكتشفها. احنا عارفينها بس كل مرة بنعيدها نكتشفها، كل مرة بنسمع عنها نكتشفها، كل ما يجي وقت الميلاد بنرجع نكتشفها ونفهم اللي حصل، لأن السماء مليانة مجد، مليانة فرح. واللي حصل في القصة دي مش أقل من إنه السماء والأرض يعني قربوا قوي من بعض. إيه الجمال ده؟ دي حاجة رهيبة يا جماعة. ده كلام يعني قصة مفيش زي كده تاني. وأنا عارف إنكم أنتوا عارفين قصدي كويس وعارفين أنا بتكلم على أنهي قصة، بس خلينا نرجع ونفتكرها تاني مع بعض ونحكي الحكاية تاني من الأول، ومش هنزهق إن احنا كل سنة نرجع نحكيها ونرجع نقف في أي هنا في أي مكان تاني، سواء كنا في مصر أو كنا في أي بلد عربية أو كنا في أي بلد أجنبية، إن شاء الله كنا فين، مش هنزهق إن احنا نرجع كل سنة ونقف نفس الوقفة كل سنة نحكي الحكاية ونفتكرها ونكتشف كل العظمة اللي فيها وكل المجد. الحاجات اللي بانت ما كانتش عادة. هنسمع الحكاية، تعالوا نحكيها مع بعض. يلا جاهزين؟ يلا بينا اهو، تعالوا نحكي الحكاية من الأول. Thank you.
لأن هو زي ما الكتاب المقدس كتب عنه من آلاف السنين، ويدعى اسمه عجيب، مشير، إلها قدير، أبا أبديا، رئيس السلام. عشان كده النهاردة بنديله كل المجد، ووحده بس هو اللي يستاهل. يستحق كل المجد، يستحق كل تسبيحنا، يستحق كل تسقيفنا، يستحق كل حاجة حلوة مننا. وده بيفكرني بقى بأنه يسوع لما جه على الأرض جه عشان يقرب مننا بكل مجده. أيوة جه يقرب مننا بكل مجده. فإيه بقى؟ ما جاش وايده فاضيه، ما جاش يعني هو ما جالناش كده وهو لا لا لا، ده الموضوع كان كبير، ده كان فيه سيمفونيه كبيره قوي. جه وايه بقى؟ جه وجايب معاه السلام. سلام. وفي حاجه تاني؟ عارف جاب معاه ايه كمان؟ جاب معاه فرح. يعني جاب معاه سلام وفرح. يعني الموضوع ما كانش كده اهو، لا كان فيه سيمفونيه. ما احنا النهارده بقى عايزين نعيد السيمفونيه دي. انتوا جاهزين؟ النهارده يا جماعه مش احنا بس، كل الناس اللي اتفرجوا علينا، تعالوا نعيد السيمفونيه ونعيد ونغني فيها ونزيد ونفتكر العدد الاول والعدد الثاني والقرار بتاع السيمفونيه. يسوع جالنا ومعاه كل فرح السماء، وجالنا ومعاه ايه؟ كل سلام وفرح وكل حاجه حلوه في السماء. واو. وده فكرني على فكره بالنشيد اللي الجيش من الملائكه، صح؟ في جيوش من الملائكه كانت موجوده، صح؟ وغنت وقالت ايه؟ المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس. بص كل شويه كده نعلي الصوت، ماشي؟ يلا اهو اعلى سنه، 1 2 3. المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسره. اعلى سنه شويه اهو،
المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. كمان مرة بقى أعلى أعلى كتير، يلا هو واحد اتنين تلاتة. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. سلام وفرح ومسرة، إيه الجمال ده كله؟ ما تيجوا نغني زي ما الملائكة غنت، ونفتكر كده الغنوة بتاعتهم، ونفتكر هما بيغنوا فاحنا نرد عليهم هنا، ما هما مش هنسيبهم يغنوا لوحدهم. اوعى تسيب، بص خدها قاعده، اوعى تسيب الملائكه تغني لوحدها، الملائكه طول الوقت بتغني، بس اوعى تسيبهم يغنوا لوحدهم. غني انت كمان معاهم، يعني كل ما تفتكر ايه ده الملائكه بتغني انت رد عليهم، وهو انت تقول وهما كمان يردوا عليك، ده بيحصل، بس يمكن احنا ما بنسمعهمش، بس بيحصل وموجود. صح. يلا نعمله؟ يلا بينا. نتخيل ان هما بيغنوا ونرد عليهم، ونحكي عنهم ان الملائكه غنت واحنا كمان نرجع نغني. يلا جاهزين؟ يلا بينا.
الاعالي، فاكره الحلقه اللي فاتت لما كنا اتكلمنا عن السنه اللي فاتت واللي حصل وكده و... ايوه فاكره، وفاكره كمان ان احنا قلنا انها كانت سنه مش طبيعيه كده وغريبه. ايوه صح، ومش وصعبه وصعبه قوي ومش حلوه وكانت محبطه خالص. طب خليني بقى افاجئك مفاجاه. بصوا بقى يا جماعه، الوقت اللي يسوع اصلا اتولد فيه على الارض، احنا nowadays يعني اليومين دول بنعمل بنقيم الافراح والاحتفالات والحاجات دي، بس هو ما كانش كده الوقت ده بصراحه. يعني الحقيقي اللي كان حاصل ما كانش كده، هو كان وقت صعب جدا جدا، كان وقت كله ضيق ووقت تقيل وصعب على الشعب. احنا هنا دلوقتي بنركب بالونات وبنعلق انوار ونحط شجره وعليها نجمه ونجيب لبس جديد وكحك العيد وهدايا العيد وكل الحاجات الجميله دي. مظبوط. لا هو وقتها ما كانش الموضوع ما كانش حلو كده. الموضوع ساعتها كان كان تقيل وصعب، والشعب كان في وقت صعب جدا. بس لما يسوع جه على الارض في معجزه رهيبه حصلت. معجزه رهيبه، عايز تعرفيها؟ انا عايزه قوي. متشوقه جدا. بس يعني انا مش حاسس انه باين عليك انك متشوقه. ليه؟ انا متشوقه جدا جدا، عايزه اعرفها. طب وانتوا بقى مش متشوقين؟ متشوقين صح؟ طب وانتوا مش متشوقين؟ طب الجماعه وانتوا ايه؟ متشوقين؟ مش بيعملوا كده ليه؟ بيعملوا متشوقين. كده بقوا متشوقين. ماشي. طب وانتوا اللي متشوق يعمل ينط معايا. ماشي؟ يلا يلا هنط. جاهز؟ اه جاهز. يلا واحد، تعرف تنطي؟ جدا. يلا واحد اثنين ثلاثة. متشوقين. اه اللي متشوق يعرف ايه المعجزة الرهيبة دي ينط كمان مرة. يلا واحد اثنين عشرة. يس. يلا متشوقة قوي. يلا نعرف المعجزة الرهيبة اللي حصلت وقت ما يسوع جه على الأرض. Yeah.
عشان يحرر الناس من ايد ابليس، وبحبه لينا وعاد يدينا حياة افضل حياة. اتشقت السما لا 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 لا، واتشقت السما لا 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 لما يسوع اتولد. واتشقت السما لا 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 لا، واتشقت هفوت، مش هفوت الغنوه دي غير لما كلنا نغني بالمعجزه اللي حصلت، انه السماء زي ما قلت لكم في اول الحلقه خالص، السماء اتفتحت على الارض واتشقت بجد. اتشقت يعني ايه؟ يعني بدل ما كان في فاصل بين السماء والارض، بقول في كده، في حاجه كده، في زي باب اتفتح من السماء للارض. تخيل الباب ده هيعدي ايه بقى؟ هيعدي لنا كل الحاجات الجميله اللي في السماء. مش احنا اي حاجه حلوه بنقول لك زي ما في السماء كذلك على الارض، وزي ما يسوع علمنا نصلي ويقول لك كما في قوله كما في السماء كذلك على الارض. ما تقولوها معايا يلا، هو واحد اثنين ثلاثة، كما في السماء كذلك على الارض. ما هو ده اللي حصل بقى وقت ولادة يسوع. اول بس ما يسوع خط على الارض، هو بس يعني ايه قالوا ان يعني يسوع اتولد والملائكه عرفت والسماء، اوه كانت في حاجه فظيعه بتحصل، في حاجه رهيبه بتحصل، اتشقت السماء. ودي ما حصلتش قبل كده، يعني الموضوع ده كان جديد قوي ساعتها، السماء اتفتحت على الارض. فعايزين كلنا بقى اللي قاعد يقوم، واللي قايم يقف، يعني خليه قايم، خليه زي ما انت، واللي مثلا واللي مكسل مثلا لا اقف معايا، واللي مسترخي كده قاعد ريلاكسد لا ما تسترخيش، ده احنا دي معجزه كبيره قوي، ده حاجه رهيبه حصلت. جاهزين؟ يلا اتشقت السماء كمان مره اهو. هترد معاكم، يعني احنا هنقولها من غير مزيكا والمزيكا بقى هترد معاكم. يلا جاهزين؟ يلا اهو 1 2 3 1 2 3. اتشقت السما اتشقت السما كلنا لما يسوع اتولد. انتوا بقى لوحدكم اتشقت السما. يلا كمان مره انتوا بقى اتشقت 1 2 3. اتشقت السما لا 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 لا، اتشقت السما
اقول لكم على حاجه كويسه جدا. هل لما انا احب اعرفكم على نفسي مثلا، يعني الاسهل مثلا ان اقرب لكم كده واقول لكم بصوا يا جماعه قربوا لي كده، قربوا لي، انا اسمي مينا وبحب المزيكا قوي، بحب العزف جدا، وبحب العب بيانو، وبحب الاطفال، وبحب الترانيم، وبحب وبشتغل مش عارف ايه وبعمل ايه وكده اهو. ولا مثلا الاسهل ان انا اجيب كوكي، تعالى يا كوكي، واقول لك مثلا، اقول لها مثلا عرفي قولي لهم انا مين، يعني عرفيهم عليا. انت ايه رايك؟ اعرفهم ولا انت لا يعني إيه؟ انا احسن صح؟ يعني لا متهيألي انت مين بقى لما تحكي على نفسك يعني. بجد. فالاسهل ان انا اجي لكم لحد عندكم واقول لكم انا اسمي مينا وبحب المزيكا قوي، بحب العب بيانو، وعندي بنت، وعندي كمان اخ اصغر، وعندي بابا وماما، وعندي اورج في البيت، وعندي حاجات كتير، وعندي مش عارف ايه، عندي صديقه اسمها كوكي بالظبط كده، ومرات اسمها دينا، وعندي وبحب وبشتغل دكتور ماشي بعد الظهر يعني بعد الصبح وكده يعني. مش ده الاحلى؟ احلى من ان ابعت لكم حد يقول لكم. تخيلوا بقى ان في ناس كتير بتسال انه يعني ليه ربنا يجي؟ ايه اللي يجيبه وياخد جسم كده زي ما هو جه بقى واخد جسم، اخد الجسم بتاعنا ده بالظبط عشان الموضوع ده، جه يعرفنا على نفسه من غير ما يبعت لنا حاجه. زمان بقى، زمان قبل كده، قبل ما يسوع يجي، كان ايه بقى اللي بيحصل؟ كان انه بيبعت انبياء، ربنا بيبعت انبياء يكلموا، يقولوا مثلا للشعب ايه؟ يقول الشعب ده ربنا قال اعملوا كذا، او ربنا قال اعملوا كذا. ايوه بالظبط، وحاجات كده، وتكلم بقى بطرق كتيره وانواع كتيره وانبياء ورسائل ومن غير وحاجات واصفار، ما كل اصفار الكتاب المقدس دي ربنا بيقول والانبياء بينقلوا للشعب. بس لما ربنا حب يقول لنا بقى بالظبط، يعرفنا على نفسه بالظبط، راح جه هو بقى واخد جسمنا كده اهو، وراح قال انا يا جماعه انا ربنا، وقعد بقى يعرفنا عن نفسه في مين؟ في يسوع المسيح. هو دي الفكره. فدلوقتي بقى هي دي اجابه السؤال ببساطه شديده، هو ليه ربنا يجي واخد جسمنا؟ عشان هو كده، مفيش حد احسن منه واحلى منه يقدر يعرفنا على نفسه، وده بقى خلاه قريب مننا قوي، قريب قوي زي ما انا وكوكي كده ايه واقفين جنب بعض، هو بقى كانه واقف معانا في نفس الحته بقى، قريب جدا 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 جدا، ونقدر بقينا نقدر نرنم ونقول ان هو قريب مننا زي ما إلين وأوليفر هنسمعهم يرنموا دلوقتي. هتحبين نسمعهم؟ يلا اهو اهم إلين وأوليفر. عيلة يسوع اسمه هو يسوع، مخلصنا من الخطية، من ميلاده لقيامته قدم أعظم هدية، اتولد طفل وسطنا أعلن حبه لينا، جه من السماء لأرضنا علشان يغدينا، اسمه هو يسوع مخلصنا من الخطية، من ميلاده لقيامته قدم أعظم هدية. عيلة يسوع واو، ايه الجمال ده؟ هي الترنيمه دي عبرت بالظبط عن اللي انا كنت بقوله. والحقيقه انا يعني احنا ما نستاهلش ده كله، كل اللي عمله يسوع ده وانه يجي عشاننا ويجي ويبقى عايش معانا كده، ايه الجمال ده؟ احنا بصراحه احنا ما نستاهلش. فعايزين كلنا بقى نهتف دلوقتي، كلنا كل عائله يسوع نهتف ونقول، نقول ايه احلى حاجه يعني؟ ممكن نقول هللويا، ده احنا ده اللي هنعمله في الغنوه الجايه. يلا جاهزين انتوا؟ ها يلا. Oh.
ومرحمك ليا ما استاهلش رعايتك وعنايتك بيا، ما استاهلش حنانك ومرحمك ليا ما استاهلش رعايتك وعنايتك بيا. ازاي ملك الملوك ترضى بيا، وازاي رضا يكون قد ليا؟ هللويا رجايا فيك يا قوتي، هللويا دين ربنا عصر فيك، هللويا نورك يشرق من ظلمتي، هللويا انا حي بيك يا قوتي. أحلى حكاية في الزمان في تاريخ الإنسان، لما الله جالنا في مزود من أروع مكان، دمعنا عمانوئيل دفات الجموع، اسمه أجمل الأسماء الرب يسوع. عنهم مسؤول يوسف النجار، بيت لحم كان الميلاد أشهر الأخبار، والراعي ده كان سهران مع زمايله فوق، وبيتدفوا مع الخرفة بيعدوا النجوم، وفجأة ظهر لهم فريق من الملايكة كبير لله العالي القدير.
حكاية في الزمان ممكن تتحكي. مش إنسان لا ده كمان ربي وملكي. هديله كل الحياة برضو مش كفاية. يسوعي أجمل إله في أجمل حكاية. أحلى حكاية في الزمان ممكن تتحكي. مش إنسان لا ده كمان ربي ومالكي. هديله كل الحياة برضو مش كفاية. يسوعي أجمل إله في أجمل حكاية. الكتاب المقدس اتكتب كتير قوي 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 انه الرب قريب مننا. يعني لو قعدنا نقرا كده، انا قعدت ادور قبل ما اجي قد ايه اتكتب في الكتاب المقدس انه لما بنطلبه بنلاقيه، وان هو قريب مننا قوي، ان هو حاسس بينا، وان هو عدى بكل الالام اللي احنا عدينا بيها. كل الحاجات اللي اتكتبت دي عشان نخلينا نبقى متأكدين قوي قوي قوي، ومصدقين قوي 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 ان هو قريب مننا بجد، ان هو جنبنا بجد، وحاسس بكل حاجة احنا بنعدي فيها. الوقت اللي فات ممكن يبقى حصل معانا حاجات صعبة قوي، زي انه مثلا بابا حصلت معاه مشكلة في الشغل، فكان عندنا مشكلة في البيت بسبب الموضوع ده، او انه حد قريب مني عي، او حتى انه حد قريب مني ما بقاش موجود. بس اللي اتكتب في الكتاب المقدس واللي احنا قاعدين نحكي عنه الحلقة اللي فاتت والحلقة دي، يقول انه قريب مني قوي قوي، وحاسس بيا قوي قوي، وعايزين نصدق قوي 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 النهاردة انه هو بجد 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 جنبنا، وبجد بجد قريب منا، وحاسس بكل حاجة احنا بنعدي فيها. عارفين ده يخلينا، ممكن تبقى حاصلة معانا حاجات صعبة شوية اليومين دول، لكن ده يخلينا مطمنين. عشان كده الترنيمة اللي جاية بتقول عشان انت معايا، ايه بقى هيخوفني؟ هو بجد يعني بجد، هو بما انه معايا هو ايه هيخوفني؟ مفيش اي حاجه في الدنيا هتخوفني لو انا صدقت واتاكدت ان هو معايا وقريب مني. عشان كده مش عايزين نخلص الاسبوع ده غير واحنا متاكدين قوي ومصدقين قوي انه جنبي، قريب مني، حاسس باللي انا بعدي فيه، معايا في كل خطوه، مش سايبني ابدا، فمش هخاف. واقعد اهتف طول الوقت عشان انت معايا انا مش هخاف. لما اعدي بمشكله في البيت ايا كانت، ايه هي، كبيره او صغيره او ايا كانت، عشان انت معايا انا مطمن، انا مش خايف. لو حد قريب مني تعبان او حصلت لي مشكله في المدرسه او ايا كانت المشكله، انا متاكد انت معايا، انا مش هخاف. يلا بينا. Yeah.
وقت لأني خروف مخصوص وسط الخرفان. طول ما تفضل ليا رعية أنا مش ممكن أخاف. قدك أنت معايا، قدك أنت معايا، على حاجة كده جوايا شوية، يعني خليني أقول لكم عليها. أنا عندي عيلة وعندي أخ، بس غالباً وكل الناس عندهم كده أخ أو أخت وبابا وماما وعيلة، بس غالباً بنحتاج قوي يبقى عندنا صاحب. بنحتاج قوي موضوع الصحاب ده، بيفرق معنا جداً 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 جداً. يعني مثلاً صعب قوي أكون يعني عايش كده أو بروح المدرسة أنا ماليش صحاب، وصعب قوي ان انا ابقى يعني بتحرك كده مثلا في بروح شغلي او مكان مذاكرتي او اي حاجه وماليش صحاب. صعب قوي ان انا بقى اكون بعمل كل حاجه لوحدي كده خالص. بنحتاج قوي موضوع الصحاب ده. وانا مثلا خليني اعرفكم على نفسي، انا مينا، اسمي مينا، وعندي بحتاج قوي موضوع الصحاب ده. يعني مثلا عندي واحد صاحب اسمه مثلا جوناثان، مثلا يعني فين جوناثان؟ تعالى يا جوناثان. هات العصيان دي وتعالى. دي براشز مش ماشي اي حاجه فيهم. جوناثان ده يا جماعه صاحبي، وهو الحقيقه صاحب جدع. هو يعني ايه؟ ازيك عامل ايه؟ هو بيلعب، كان بيلعب درامز، والحلقه اللي قبل اللي فاتت كان بيلعب بيس. ما تعرفوش ازاي بيلعب كل حاجه يعني. هو اطول مني بس هو صاحبي يعني، بس هو على فكره اصغر مني. يعني بس هو صاحب جدع قوي، مش انت جدع؟ بيقولوا. والحقيقه انا يعني بعتمد عليه في حاجات كتير، لان هو يعني احيانا بقول له جونس انا مش عارف اعمل ايه في ايه، فيقول لي لا ما تقلقش ده انا هساعدك وبتاع مش عارف ايه. وبعد كده مره تاني اكلمه مثلا من وانا مثلا من بره مصر، اقول له مثلا يا جونس ده انا في حاجه نسيتها كنت محتاجها، يقول لي لا ما تقلقش خالص هبعتها لك على طول. طب يا جونس ده في ترانيم انا ما سمعتهاش وعايزها ومش عارف، يقول لي لا ما تقلقش خالص هبعتها لك. فهو الحقيقه صاحب جدع جدا 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 جدا، يعني هو يمكن اجدع صاحب عندي. انت اجدع صاحب. حبيبي روح بقى العب درامز. فهو صاحب جدع جدا. فانا بقى بحب قوي موضوع الصحاب ده، بيفرق معايا جدا 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 جدا. في ناس عايشين في حتت ما فيهاش صحاب، والحقيقه كده مش هيعرفوا مهما عملوا، يعني يجيبوا صحاب ويخترعوا صحاب ويلاقوا صحاب. وفي ناس تانيين عايشين في حتت ممكن يلاقوا فيها صحاب بس مش عارفين يلاقوا صاحب. وفي ناس تانيين عندهم صحاب بس بيحتاجوا مثلا صاحب معاهم في كل حته. يجيبوه ازاي؟ يجيبوه منين الصاحب اللي في كل حته ده؟ ما هو صعب. ازاي اجيب صاحبي يروح معايا شغلي ويروح معايا مدرستي ويروح معايا بيتي ويروح معايا في الشارع ويركب معايا العربيه وقولوا كمان انتوا بتحتاجوا ايه ويلعب معايا؟ بنحتاج. ومثلا وصاحب مثلا وانا بسرح شعري اساله مثلا على رايه، هو كده حلو؟ هو كده وحش؟ او انزل اختار لبس مثلا فيقول لي لا ده البتاع ده واسع قوي عليك، لا البتاع ده ابيض قوي عليك، او مثلا يقول لي البتاع ده مثلا، بس انا مش هسمع كلامه في الاخر يعني، انا هعمل اللي انا عايزه. بس هو بنحتاج قوي موضوع الصحاب ده. صدقني عايز اقول لك، يسوع لما اتولد قرب مننا قوي قوي قوي
لدرجة إنه بقى ينفع يبقى صاحب. آه صدقني ينفع يبقى صاحبك، ينفع يبقى صاحبك، وينفع يبقى صاحبنا ويروح معنا كل حتة، وينفع يتحرك معنا في كل حتة. هتقول لي ينفع في كل حتة؟ مش هو في الكنيسة؟ لا، يبقى أنت لسه معرفتش يسوع. يا لو تعرف يسوع، لا 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 هتاخده معك في كل حتة، مش هتسيبه في ولا حتة. يعني مثلا لو تعرف مثلا إن هو ينفع يروح معك المدرسة ويرجع معك من المدرسة ويركب معك الباص ويلعب معك ويعني ومثلا ولما تحتار في حاجة تسأله، ولما مثلا تقول تبقى مثلا عايز عندك مشكلة تقول له الحقني يساعدك. هو ده بقى يسوع أجدع صاحب. ياه أنا محتاج أجدع صاحب ده. هو قريب مننا قوي لدرجة إن هو فعلا ينفع يبقى أجدع صاحب في الدنيا دي كلها. يلا ينفع تقولوا معايا أجدع صاحب في الدنيا دي كلها؟ يلا واحد اتنين تلاتة، أجدع صاحب في الدنيا دي كلها. طب نقولها بقى أجدع صاحب في الحياة. يلا جاهزين؟ يلا واحد اتنين عشرة، أجدع صاحب في الحياة. هو ليك وليا أجدع صاحب هو يسوع. يلا بقى النهاردة ما تخلصش الحلقة دي، يعني اوعى الحلقة دي تخلص قبل ما يسوع يبقى صاحبك. اتفقنا؟ أجدع صاحب في الحياة هو مين بالنسبة لي؟ مين أكتر واحد تلقاه يحبك ويفكر فيك؟ أجدع صاحب في الحياة هو مين بالنسبة لي؟ مين أكتر واحد تلقاه يحبك ويفكر فيك؟ بص وفكر حواليك دور وقول لي اسمه. بس انا ربي اله الكون هو ليا أجدع صاحب. أجدع صاحب في الدنيا دي هو اله يسوع. 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 Yeah.
بالظبط كده، هو اجدع صاحب في الدنيا دي كلها وفي الحياه. انا قررت ان يسوع يبقى صاحبي، وانتوا كم واحد قرر؟ يبقى هو هتلاقيه اجدع صاحب فعلا بجد حقيقي. هو صاحب جدع قوي 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 وجنبك. لو لسه مش 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 يعني مش متخيل، خليني افكرك بالكلام اللي قلناه الحلقه اللي فاتت. هو قريب قوي للي طالبه قوي. يلا نقولها مع بعض، يلا 1 2 3 قريب قوي للي طالبه قوي. كمان مره بقى واحنا بنعلى كل شويه، يلا 1 2 3 قريب قوي للي طالبه قوي. او تسنى 1 2 3 قريب قوي للي طالبه قوي. تعالوا نهمسها في ودانهم. ماشي يلا 1 2 3 قريب قوي للي طالبه قوي. يسوع موجود، موجود معايا، قريب منك، موجود هنا، هنا في المكان، موجود منين ما تروح هو معاك، معاك موجود. قول لنفسك كده، قول لنفسك يسوع موجود، موجود معايا، معايا هنا في المكان وفي اي مكان هروح فيه. وكل واحد بقى، كل واحد بيتفرج عليا قول للي جنبه يسوع موجود معاك ومعاك. يلا قول اللي بقى، قول لبعض بقى، كل واحد يقول اللي جنبه يسوع معاك، يسوع موجود هنا، هنا هنا اهو. لسه شاكك او مش متاكد قوي انه ربنا قريب منك، او لو انت نفسك بجد تطلب انه يسوع يكون قريب منك وتحس بيه وتحس ان هو جنبك، ولما تزعل يكون معاك وسندك وفي ظهرك، ولما تخاف تلاقيه معاك وان هو يكون ليك اجدع صاحب. لو انت نفسك في كده قوي تعالى ارفع ايدك دلوقتي، تعالوا كلنا نرفع ايدينا ونعلن انه انا هصدق انك موجود، انك حي ومعايا، انا هصدق انك قريب مني، انك لما جيت على الارض وعشت زينا انت كنت عايز تقولي ان انت قريب،
انت كنت عايز تعرفني على نفسك، كنت عايز تقولي ان انت صاحبي واخويا وكل حاجه في الدنيا، مش بس ربنا اللي ساكن بعيد قوي 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 قوي، لكن انت كمان قريب مني وصاحبي. انت عارفه يا كارين انه لان الحلقه دي يعني متسجله، فاحنا اتحرمنا من تليفونات وان احنا نكوميونيك وان يبعتوا لنا الاختراع وارقامنا وكده، بس احنا قلنا لا مش هينفع الحلقه تفوت من غير ما نشوفهم. صح. فانا في بنوته قالت نفس الكلام اللي انت قلتيه ده، قالته لنا مره في التليفون وانا قلت لها ساعتها طب ما تسجله لنا. ايوه سجلته. ايوه تيجي نشوفها. يلا بينا. هي اسمها كارين. ايوه اهو يلا يلا بينا. عيلة يسوع مهتم بيك، مهتم بيا، مهتم بينا كلنا، مش فارقة كتير بنتي أو ولد، كبير صغير حبنا، حتى العصفورة مهتم بيها، والنبلة الصغيرة، حتى العصفورة مهتم بيها، والنبلة الصغيرة، كل الطيور، كل الخليقة مهتم بيها كلها، كل الطيور، كل الخليقة مهتم بيها كلها، مهتم بيك، مهتم بيا، مهتم بينا كلنا، مش فارقة كتير بنتي أو ولد، كبير صغير حبنا، مهتم بيك، مهتم بيا، مهتم بينا كلنا، مش فارقة كتير بنتي أو ولد، كبير صغير حبنا، يسوع جي في أرضنا وما تعشنا كلنا، يسوع جي في أرضنا وما تعشنا كلنا، والحياة دي أصلا نعمة، نعمة كبيرة من ربنا، والحياة دي أصلا نعمة، نعمة كبيرة من ربنا، مهتم بيك، مهتم بي، مهتم بينا كلنا، مش فارقة كتير بنتي أو ولد، كبير صغير حبنا، مهتم بيك، مهتم بي، مهتم بينا كلنا، مش فارقة كتير بنتي أو ولد، كبير صغير حبنا. عيلة يسوع قريب قوي للي طالبه قوي، وهو ده تقريبا نفس اللي قالته وعبرت عنه كريم في الترنيمه. على فكره هي اللي مؤلفاها وملحناها وعامله كل حاجه فيها، وانا ساعتها احنا انا فاكر كنا في استوديو عيلة يسوع واعجبنا جدا باللهميه، قلنا ايه الجمال ده، عماله توصف بقى مهتم بالعصفوره، مهتم باللي مش عارف ايه، وتفاصيل بقى التفاصيل الصغيره دي. فلو مش مصدق هي كارين قالتها لك. وبعدين انا مش هنسمع بس كارين المره دي، لا ده احنا هنسمع فيولا وداني من الغردقه، من نفس العيله بتاعتنا في الغردقه اهم. يلا فيولا وداني. عيلة يسوع ازيكم يا عيلة يسوع، كل سنة وانتم طيبين، مش اي عيلة وبس، ده عيلة سماوية. قلبي مليان بحب، قلبي مليان بحب، بحب الناس اللي حواليا، قلبي مليان بحب، قلبي مليان بحب، بحب الناس اللي حواليا، حتى لو صاحبي ضايق من قلبي. هقول لك يا صاحبي على معلومة قالها يسوع عيد خلاكي الزمان، انك تشكر، تعطي، تسامح، تحب، تزهد، يبعلمنا يسوع، انك تشكر، تعطي، تسامح، تحب، زي ما علمنا يسوع. هقول لك يا صاحبي عيلة يسوع. سقفة 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 سقفة. برافو برافو جدا 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 فيولا وداني من الغردقه، انتوا فعلا من نفس التجميعه السماويه بتاعتنا. ما هو انتوا بتقولوا لنا احنا هي التجميعه كلها واحده، انتوا من نفس التجميعه السماويه، وده حقيقي جدا جدا جدا. شكرا على
انكم اديتونا الفرصه ان احنا نبقى انتوا معانا ومتواجدين معاكم وكده. معانا كمان مش بس كده، احنا لسه اهو معانا اهو، يلا ابداعات عائله يسوع من اماكن مختلفه. عائله يسوع مرتبي انا ما خافش من الرياح، ما خافش من الرياح، ما خافش من الرياح. لو يا صاحي مركبي انا ما خافش من الرياح، وانا في الطريق قلبه مفتوح عشاني، والحب ده كان زماني، والعهد ده في ضماني، فرحان انا هاتف ليك. عيلة يسوع برافو برافو جدا. خلينا افكركم، دول كانوا اوليفر وايلونا وميرولا واختها مارلي، جمال جدا جدا جدا. وخلينا افكركم تاني، هو قريب قوي للي طالبه قوي، ماشي؟ نقولها مع بعض بقى، يلا واحد اتنين تلاتة. قريب قوي للي طالبه قوي. يلا اهو فيديو كمان مرة وهنرجع تاني نقول قريب قوي للي طالبه قوي. يلا اهو علي ابداعات عليه تسمى اماكن مختلفة تانية اهو اهو. عيلة يسوع عليا إلى الجبال حيث يأتي وأنتي من عند الرب صوني على السماوات والأرض هي عجلك تزد هي ناس حافظك إنه لا ينعس ولا ينعس. لو كنت صغير مش عارف أصلي لك أغمض عينك أشوفك عن يومي أحكي لك. عيلة يسوع برافو جدا جدا ريفينا وجيسي وجولي وجوي وليو، برافو عليكم كلكم. يلا قريب قوي اللي طالبوا قوي، استنى هما يقولوها مره لوحدهم بقى. يلا اهو 1 2 3 يلا كلنا مع بعض، يلا 1 2 3 قريب قوي اللي طالبوا قوي. وطبعا عندنا دلوقتي هنجري كلنا بقى على فقره وجدت كلامك مع فينا، ونشوف بقى هي هتقول لنا ايه واحنا واقفين في المكان الفظيع ده. يلا اهو 5 4 3 2 1 عيلة يسوع كنوز جديدة هنكتشفها هتلمع وتنور لينا واحنا بندور مع بعض في كلمة ربنا في فقرة وجدت كلامك. عيلة يسوع أصحابي وأخواتي في عيلة يسوع، إزيكم؟ زيكم من اللوكيشن الجميل ده. يسوع جه أرضنا، ده خبر مش عادي. لو الخبر ده بيعدي عليك عادي كده يبقى أنت أكيد فايتك كتير، لأنه ده معناه إنه هو قريب قوي لينا. ده معناه الكلام ده حقيقي قوي، ده معناه إنه أنت كل يوم أنا وإنت وإنتي وكلنا يوم نقدر نجرب ده ونختبر ده معاه. والكلام ده التأكيد بتاعه موجود في الآية اللي أنا عايزة أقولها لكم النهاردة. الآية دي على فكرة كلنا عارفينها وكلنا حافظينها، بس الآية دي فيها إعلان رهيب جدا جدا جدا. الآية دي موجودة في متى 1:23 وبتقول: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. آية رهيبة، تعالوا نقولها كلنا مع بعض: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. يسوع جه مخصوص لأرضنا علشان يخلينا نفهم يعني ايه هو معانا، يعني ايه الله معانا، يعني ايه هو قريب مننا جدا. على فكرة الآية دي عبارة عن نبوة قالها النبي أشعياء في السفر بتاعه برضو قبل ما متى يكتبها في الإنجيل.
أشعياء قال للشعب وقتها بالروح القدس، الله عايز يقول لنا إن هو معانا، علشان كده إدانا علامة. العلامة دي إن عمانوئيل هيتولد، إن يسوع هيتولد. وقت ما يسوع جه يتولد في الزمن ده كان الشعب بيمر بوقت صعب قوي، كانوا يعني في ناس كتير بيحكموا عليهم، وكانوا تعبانين وبيمروا بوقت صعب، وكانوا بطلوا يطلبوا وبطلوا يستنوا وبطلوا، حصل لهم كده يأس يعني، فبطلوا يطلبوا ربنا. وكانت النتيجة انه لما يسوع اتولد فعلا في ناس كتير ما شافتهوش، ما عرفتش ان المخلص جه، ما عرفتش ان هو موجود في وسطهم بجد. رغم ان اشعياء قال الآية دي من وقت طويل قوي قبل ما يسوع يتولد، يعني كل واحد في الشعب كان عارف وحافظ النبوة دي كويس قوي، لكن هم اتلخبطوا وما عرفوش يشوفوه لانهم بطلوا يطلبوا. لو انت حاسس انه انا حاسس كده انه الوقت صعب وانه ربنا مش معايا، اعرف المفتاح، المفتاح اللي تحس بيه قد ايه ربنا قريب منك هو ان انت تكمل تطلبه، تكمل تطلبه بكل قلبك. اطلبه قوي هتلاقيه قريب منك قوي. انتوا بتقولوها ازاي؟ قولوها كده معايا، قريب قوي للي طالبه قوي. هو ده المفتاح، انك تطلبه بكل قلبك. وهو ده اللي فرق اللي كان بين الشعب اللي كان في الوقت ده ساعتها وبين حنة النبية وسمعان الشيخ. الاتنين دول عرفوا يشوفوا الوعد قوي لانهم فضلوا مكملين يطلبوه قوي بكل قلبهم، لكن باقي الشعب معرفوش يعملوا كده. ابليس بيحاول يعمل معانا دلوقتي اللي عمله مع الشعب وقتها، انه يخلينا تايهين او يأسانين او مزنوقين في حاجات بتضايقنا، فما نعرفش نطلب او نبطل نطلب ونقول ما هو مفيش حاجة بتحصل. لكن خليك واخد بالك، المفتاح انك تكمل تطلبه قوي بكل قلبك. يسوع في وسطنا، عمانوئيل معانا، عمانوئيل معناها الله معنا. نعناعة، ممكن تيجي تصلي معانا الصلاة دي؟ هو قريب مننا قوي. بالظبط كده، عايزين نصلي لكل واحد عارف بيبقى فرحان في العيد، بيبقى مبسوط باللبس والحاجات الكتيرة، لكن مش منورة قدامه الإعلام بتاعة الآية بتاعتنا النهاردة، عمانوئيل الله معنا. مزنوق في شوية حاجات كتير وإبليس بيضحك عليه زي ما حصل مع الناس زمان، فلما جه يسوع في الوسط معاهم معرفوش يشوفوه. إحنا عايزين الإعلان ده ينور في عينينا النهاردة، وكلنا في العيد مش بس نفرح بيه بالهدوم والحاجات، لكن نفرح بحقيقة العيد، الله معنا. يا رب أنا جاية بصلي النهاردة يا رب إنه تتفتح عينينا يا رب، تتفتح عينين كل واحد يا رب كده على إعلان جديد يا رب في ولادتك يا رب، في ميلادك، إنك أنت قريب قوي مننا، إنك أنت عمانوئيل حاسس بينا وقريب مننا قوي، حاسس بضعفاتنا وحاسس بكل أمور إحنا بنعدي بيها، مش سيبنا لوحدنا لكن بتعدي معانا ومكمل معانا السكة يا رب. بصلي إنه تتفتح عينينا يا رب كده على إعلان جديد في يوم ميلادك يا رب، ما يعديش الميلاد يا رب زي أي سنة ولا أي عيد عدى علينا قبل كده، لكن يا رب كل واحد حاسس بالوحدة يا رب في الوقت ده، كل واحد متشتت، كل واحد مضغوط، كل واحد محبط، الوقت اللي فات عليه كان صعب قوي. بصلي إنه تتفتح عينيه يا رب النهاردة إنه أنت عمانوئيل معايا يا رب، قريب منه قوي قوي، حاسس بالجواه، حاسس بكل حاجة هو بيعدي بيها، ومش بس كده ماسك إيده وبتكمل مع السكة. أمين في اسم يسوع. أمين 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 أمين. نفسي نقول الآية كمان مرة يا فينا. يلا بينا، يلا، واحد اثنين ثلاثة. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. كل واحد لسه مش فاهم يعني ايه عمانوئيل، هو يعني عمانوئيل الايه هي مفسره نفسها، الذي تفسيره ايه؟ الله معانا. يعني قول لنفسك كده الله معايا، الله معايا. شاور لنفسك كده، قول لها كده الله معايا. ولو انتوا عيله وقاعدين يعني قاعدين بتتفرجوا علينا مع بعض في اول السنه كده، شاوروا كده كلكم على نفسكم، مهم جدا الكلام اللي بنعمله دلوقتي ده، خدوا بالكم، شاوروا على نفسكم كده وقولوا اهو يلا الله معانا، الله معانا. اوعى يكون الوقت فات ويعني اوعى يكونوا يعني انتوا مش بتعملوا كده معانا دلوقتي، مهم جدا تعملوا كده معانا. يلا شاوروا اهو زي ما احنا كاننا عيله، تعالى يا فينا كاننا عيله، يلا اهو شاوروا على نفسكم وقولوا تاني الله معانا، يلا واحد اثنين ثلاثة. الله معانا.
وانت لو انت بابا او ماما بتتفرجوا علينا، شجع اطفالك، شجع العيله كلها انكم تبتدوا السنه وانتوا عارفين وفاهمين الموضوع ده كويس، انه رب هو معانا وقريب مننا قوي وقريب من اللي هي الايه دي اتقالت امتى يا فينا؟ اتقالت ايام اشعياء قالها نبوه وكتبها تاني متى في الانجيل. اه يعني ده قبل ما يسوع يتولد بكتير قوي 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 قوي. ايه ده؟ ورغم يمينة ان كل الناس في البلد كلها كانوا عارفين النبوة دي، لكن في ناس وقعت منهم، ما كانوش مصدقينها. هو ما كانوش مصدقينها، بس هو ده اللي حصل. يلا اهو تعالوا احنا كعيلة نشاور، اهو احنا عائلة يسوع وانتوا كل عيلة بقى تشاور على نفسها. يلا بصوا الكاميرا الكبيرة دي، يلا 1 2 3 الله معانا. نقول بقى الآية، يلا 1 2 3 هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. عشان كده احنا سهل قوي واحنا واقفين هنا ان احنا نقول ايه في المكان الجميل ده وسط الجبل والكريسماس والنجوم والجو والحاجات الجميلة دي، ان احنا نعمل يعني نقول قريب قوي اللي طالبه قوي، سهلة جدا صح. بس لما انت بقى نخش بقى وسط السنة بقى بجد، يعني هنخش وسط السنة ونخش وسط المشوار بقى فينا، يعني لازم لا هو قريب منك جدا. احنا دي مش حاجه بنقولها واحنا واقفين في حته حلوه، ومش حاجه بنعزز بيها نفسنا واحنا في احداث الميلاد واحنا بنسمع قصه الميلاد، لا ارجوك ما تعملش كده، لا دي حاجه، ده حاجه حقيقيه جدا، قريب قوي للي طالبه قوي. قريب جدا، هو يسوع قريب جدا ليك لو انت طلبته ومسكت فيه جامد جدا جدا جدا. يلا نقولها كلنا مع بعض، يلا اهو 1 2 3 قريب قوي للي طالبه قوي. بقى أعلى صوت عندنا بقى، يلا 1 2 3 قريب قوي للي طالبه قوي. يلا عايزين بقى نقول بقى عشان هو قريب قوي اللي طالبه قوي، هنشجع بعض ونزق بعض كده، يا كمل المشوار يلا بإيمان ورجاء، يلا كمل المشوار، كملوا المشوار بإيمان ورجاء لأن هو قريب منكم جدا. يلا هو نهتف اهو، يلا بينا.